هذه المرضى طاش من خيرة الكسابة من منتجية النخبة لسلالته الإخوان دوزون كاملين تيشوفوا السن دوزوها تيشوفوا السن اللي خصها تكون كاملة سنة الحليب ثاني وحده ذكروا بان حنا في طور اختيار والتقاء احسن خروفه من سلاله تحديث لجنة تجرى إطار فعاليات لرجال تسمين سلالة سيف ديتن سلالة المؤمن ديالها هو منطقة الأطلس المتوسطة اللي تستمر في إطار واحد 53 تجمع اللي توزع بين 3430 وأدية 3430 منخرطة من تطير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز مهرجان الرابعة خارجة مرتب من طرف جمعية أي تكون في البيئة والتنمية والتضامن في دورته السادسة هذا المهرجان هذا اللي كان افتتاح دياله يوم أمس وكرز افتتاحه السيد العامل التكريمي اللي عمالة إجرال بحضور السيد رئيس المجلس التقليمي والسيدة رئيسة جماعة التوحديت وكذا المدير الجهوي لجهة تاس وكناس سبتي ممثل لوزير الزراعة والصيد البحري والتربية والتربية والمياه والغابات وبحضور ومشاركة فعلية فعالة
للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز كما دابقون كاملين دابا تيتقصى مازال تبارك الله مرفوقا بوفد من الأطر وفد من الأطر أسرهما مدير الجمعية الوطنية في الأغنام والماعز السيد سعيد الشاطبي الإخوان بقوا أشغال لجنة الانتقاء هذا التباري من أجل اختيار أحسن خارطة على صعيد سلالة سلالة تبحديت بمنطقة أطلس سلالة تتعرف خدمة كبيرة حاليا من أجل ترميزها يعني هو عملية الترميز و يعني الاعتراف بالبيان الجغرافي الخاص هذا المنتوج والموروث الطبيعي الوطني وصل المراحل المتقدمة يعني حاليا هم الإخوان كثروا لنا من يجي تتفرج معنا الإخوان يبارطاجي معنا اللايف مرحلة نفطر التحملات طورة خلينا الإخوان نشوفوا القلوبة ديالكم المرحلة النهائية وأكيد أن هذا الترميز غادي يعرف يعني غادي يعرف شكرا لكم تبارك الله الجامع تعترف فيها أربعة ديال الخروفات اللي بطاوا الإخوان على الصعيد الوطني في أيام قليلة إن شاء الله وتذكر بأن سلالة تحديت يعني هي سلالة جبال أطلس الشامخة يعني سلالة جميلة 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 بزاف الاخوان اللي عجبو اللايف خلينا شي قليب وبارطاجيو معنا اللايف الاخوان مازال ان شاء الله الخرفات مازال موراهم خرفان وحواله ونعش هذه كلاسيا الرابعه الاخوان قعدنا ثلاثه تبارك الله ولا قريب السن راك تقدر يولي عندك ديبلوم ديال الدولة اللي تقدر تخدم به ديبلوم اللي ممكن تدوزو في معهد التكوين تربية النواشي سجل مفتوح أنا الجميع اللي بغا يتسجل فقط عليك إلا يتواصل مع سي حسن منين التعريف معهد التكوين اللي كاين هنايا هذا المهرجان يمكن لك تواصل معها جمعية أو مع مركز التكوين وغادي تستافد من الدبلوم وغادي تستافد من التكوين بالمجان غادي تستافد من التكوين فيه المبيت وفيه التغذية بالمجان دبلومات الدولة هي اللي تشرف عليهم غادي نرجعو لأجواء المنافسة تنشوفو السادة الخبراء يعني تنظن انهم وصلوا للمراحل النهائيه وراهم تيحسبوا عدد النقاط الخاصه بكل خروفه الخروفه رقم واحد رقم جوج يكون اعلان الاخوان تنظن انهم حددوا رقم واحد وحايرين في رقم جوج ورقم ثلاثه كاين نوع شيء ما تقارب في المستوى نجي نشوفو السن وكذا يعني الطول ديال الخروفة الوزن ديالها نجي نشوفو واحد المجموعة من الصفات والمميزات الوراثية تشوفو بأن اللجنة تكون من جوج ديال الهيئات كاينة لجينة اللي تتكلف بالعطاء وكاينه كذلك واحد اللجنه
اللي تتقوم ب يعني اللي هي اللجنة الرئيسية اللي تضبط لنا خصائص السلالة. وهنا اللي تشوفوا اللجنة تتحكر يعني راه التنافس قوي وشديد. عندنا ثلاثة ديال المتبارين، ثلاثة ديال الخروفات، شكون رقم واحد، شكون رقم جوج، شكون رقم ثلاثة. هما هادو الاخوان الخرفات اللي تستمر علينا اليوم المباراة الان. دائما لجنة الانتقاء في اطار فعالية مهرجان تسمين سلالة التحديث بمنطقة الأطلس المتوسط 14 كسابة من النخبة، أحسن كسابة في 14 تجمع تتباروا اليوم على الرتبة الأولى والثانية والثالثة في جميع الأصناف. بالنسبة للخروف، الخروف النعجة والفحل سلالة التحديث. هنا الاخوان تيشوفوا الحركات ديال النعجة في المارس ديالها. بالنسبة للاخوان اللي تيسولوا على مع هاد التكوين، راه دايرين كاين واحد الرواق خاص به هنايا، راه تدخل على اليمن غادي تلقاو مع هاد التكوين في مهنة تربية الفواشي. غاتواصل معاهم، فقط خصك يكون عندك سن من 15 ل 30 سنة، وخصك يكون عندك شهادة دراسية اللي تثبت أنك درستي الثالثة إعدادي أو الثالث ابتدائي، راه يقدر أنك استفد من دراسة بالمجان، تكوين بالمجان، كاين فيه التغذية والمبيت بالمجان، دبلوم ديال الدولة. يعني اللي بغيت تسجل هذه بادرة من الجمعية بشراكة مع وزارة الملاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار يعني التكوين اللي تشرف عليه الجمعية الوطنية للمرور بالأغنام والماعز، دبلومات معترف بها أو دبلومات بالأحرى هي دبلومات ديال الدولة تشرف عليه الجمعية الوطنية للمرور بالأغنام والماعز في معهد التكوين في المهن التربية المواشي. هاد التكوين اللي فيه بزاف وبزاف ديال الامور الايجابيه، تكوين حديث النشأة، فيه تقنيات تربيه المواشي، فيه تقنيات مشتقات الحليب، وفيه كيفاش تربي الماشيه والامور التقنيه كامله بالدبلوم، وكل شيء بالمجان. فقط ما عليك الا تواصل مع معهد التكوين تربيه الفواشي اللي كاين من الرواق ديالو حاليا بالمهرجان. لجنة الانتقاء اختيار احسن ستار بمهرجان تسمين سلالة التحديث المرتب بمنطقة التحديث من طرف جمعية ايت محمد للبيئة والتنمية والتضامن وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة فعلية فعالة من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
يا عبد الرحيم سلامك والصلاه من 16000 الى الصعيد الوطني هذاك عفوا وازيد من 6000 انا وريس على الصعيد منطقه اطلس المتوسط اللي تينجو وتكسبوا سلاله 60 حبيته هذه السلاله هذه اللي تتوزع على 53 تجمع 53 تجمع اللي تتكون وتتضم حتى ازيد من 6500 جوج ثلاثه رقم كتاثر بمجموعه او بطاقم تقني واداري في هذا الاثناء تنوصلوا لتحديد الرتبة رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة التنقيب ديالهم تشكر الدكتور جاسم عبد الرحمن رئيس لجنة الانتقاء اخواننا سمحتوا لي شقة الحارة الرتبة رقم ثلاثة هي الخروفة رقم 23-0032 واللي حصلت على التنقيب 80/100 سبقوا عليها ديال الخروفة 80/100 هي للخروفة رقم 23-0018 اللون الأزرق وحصلت على التنقيب 84 علامي شوف واحد جوج ثلاثة الرتبة الأولى ما شاء الله الرتبة الأولى الرتبة الأولى حصلت عليها خروفة رقم 23-0014 والتنقيب كان مفاجأة التنقيب هو على 100 النقطة هي 95 برافو مشكور لك السامة على هذه المجهودات مشكور للجنة على العمل المتفاني تحديد الرتبة رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة لأحسن خروفة على الصعيد مهرجان تتميم سلالة وانت السي حسن للجمعية الوطنية لمربي الأعمال.